السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بعدد زينة عرش الله وأمداد كلماته وما حاط به علمه وأحصاه كتابه. إخوان، سألت معلمي وقال قبل أن تسألني أسألك، هل أنت حر أم عابد؟ هل أنت مخير أم مسير؟ قلت له والله أبوي علمني، قال لي أنت مخير وأنت حر. قال هذا أبوك جاهل، والحر يكون دائما مو مؤدب، ما يحسن ألفاظه. ظليت صافن أنا، شو هاي الإهانات من الصبح؟ يعني الساعة بالأربعة يلقي لي محاضرة، هاي الإهانات لي أنا ما حد قاعد وياي بالبيت، وحتى لا تجي الخادمة ما تشوفها، تشوفني أدردم واحد، وأحيانا استحي أسكت. ليش؟ خاف نقول هذا مخبل قاعد يحكي ويا حدا. إن شاء الله عندي عقل، يعني اللي يقرأ الليل كله والنهار كله ويبكي ويصرخ حبا بأهل البيت ما يصير مخبل، لأن هم شفاء للقلب، شفاء للعقل، فما يكون مخبل. منين يجي الإخبال إذا هو متعلق هاي التعلق؟ نعم أنا مجنون بيهم، فمنين يجيني الإخبال؟ ما يجيني، ولكن البشر يستحي، خاف أن هاي الخادمة تأخذ عليه، يدنق رأسه ويخفض من صوته. فقال لأبويا أنت أبوك إيش قال لك؟ قلت له قال لي أنت حر ولازم تظل حر، أو أنت مخير بآرائك مو مسير. قال لي هذا أبوك مو مؤدب بالشريعة عندي، مو مؤدب. قلت له هاي فتوى جديدة؟ قال لي لك إحنا ما نفتي، اللي يفتي الجاهل، اللي فتى إبليس، والفتى منه بقتل مالك ابن نويرة. قال شنو؟ لقد حكم فأخطأ وانتهى الامر بعشر درجات عشر حسنات. يعني هاي الفتوى يا ابني، الفتوى قتل الحسين بفتوى، علي بن ابي طالب بفتوى، الحسن بفتوى يا ابني، عمر بن العاص فتى ورفعوا القران وللتشريع بفتوى يا ابني. والله شفت كلامه معقول. قال الثانيه الحر يا ابني مو مؤدب، الفاظه ما يلزمها، لان ماكو جدام اشير دعه، هو حر. اذا تحرر منين؟ من القيود، تحرر من القيود بهذا، يشرح لي باخلاق مرعبه. خش، قلت له مولاي قل لي وين رايحين؟ قال يا ابني اذا انت حر انا غاسل دي من عندك بسبع صوابين، واذا انت عبد حتى احكي وياك. طبعا هو يعرف انا عبد، لكن يريد يوصل لكم فكره. قلت له لا انا عبد. قال اذا مسير انت مو مخير. قلت له هاي منين جبت لي اياها؟ انا اكل بكيفي، انام بكيفي. قال لك انا علمتك هيجي، لك انت من تقوم تصلي تقول اقوم وانهض بحول الله وقوته. اذا بدون الحول والقوه تقدر تاكل؟ منين عندك حريه؟ ولك ولك منين عندك اختيار؟ ولك مهجوم، شعلمك انت مثل بول البعير، اعلمك ترجع لي ورا؟ قلت له على كيفك وياي، انا عقلي تيس، اوقف على يعني خليني شوي شوي. قال يلا وياك. قال لي يا ابني اذا كنت انت مخير وانت حر، فاذا هل تستطيع انت ان تبلغ بحريتك مقام الانبياء، مقام السماوات؟ قلت له لا. قال لي دائما العبد هو الذي يبلغ بإرضاء سيده. أنت تحب لك واحدة، ما أريدك على النبوة ولا الولاية ولا بتحب لك واحدة، تحاول تعطيها وجوز تخونك من نص الطريق، تحاول تعطيها كل ما تملك من كلام طيب، من خضوع، من مذلة، من إهاين، من إصخام وجهه، وتشتغل الليل كله والنهار كله ترضيها، وهي ربما تعوفك وتروح الواحد عفن. هذا ان كلهن ما يتحققن الا بالخضوع والعبودية.
ولذلك الله يقول لك لا تشرك بيه، الإمام يقول لك لا تشرك بيه، أنت من تحب إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شنو فتنة؟ تحبوهم أزيد من عندي، قدروهم أزيد من عندي، خرجت من العبودية مالتي صرت حر، صرت أنت مخير بمحبتك، فضلت ابنك ومرتك علي وأموالك، بعد أنت شلون مو مشرك؟ أنت مشرك ونص. كان حديث رائع، ولكن أنا أحب أداهر بلطافة.